de blast, c'est que bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanesh dit ma hadra ma yebdach y merci. Dali, Dali Tonsi, Barsha Energy, ah oui. Jamil et Al-Fariq, هذه اللي ديال العصلي. Marou Mouzayen, قوم وقلد يا فنان. Ahmed Al-Ajimi, ما تنساش لا يدوان. Ah, voilà, ندوان. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. EFM أحلى راديو, أهلا وسهلا مرحبا بكم, نسلم عليكم للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل, بداية أسبوع موفقة إن شاء الله للناس الكل. تحية ليكم الناس الكل يتبعثون في الرسائل والمساجات ونحاول نقرأ منها البعض بعد شوية. فريق حاضر في أوج العطاء, كامل الرباعي الراعي للحصة, البداية بالفنان مروان بوزيان. وي مون غاتي وي مون غاسور, عسلامة مرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من نوفيل جينيراسيون, إن شاء الله كالعادة سويعة خفيفة ذامرة حلوة بهي. أسمع أمي في الويكاند قالت لي نهار الجمعة أم فهمت شنو تقول أنت وي مونغ مونغ وي, وكان شوف كيف قالتها لي قالت لي وين فهمت وي مونغ مونغ حاجة. لا راك الله بارك الله عليها الويلدة ذامرة, الله يفضلها لك, الله يخليك. الأنيق الوسيم سيد اليوتيوب والبارتاج محمد علي التونسي. يا خويا مرحبا بكم, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة عليكم الكل, وإن شاء الله ديما في نشاط وفي حيوية, وإن شاء الله ربي يبقي الستر عليهم. قيصر الفريق كل يوم بلوك جديد ولوك غريب, هو يمثل شخصيات يحبها ومغروم بها, أحمد العجيمي. بونسواغ بونسواغ ناس الكل اللي تسمع فينا, وبالحق تحية كبيرة على الآخر العباد اللي ديما ديما تتبع معنا. زورو الفريق شنو اللوك هذا؟ هذا يا خويا كوبوي كوبوي. شفت زورو اللوك هذا نتاع دبليو دبليو إي شو اسمه؟ أندرتيكر أندرتيكر صحيح, ناقصك نقلب عينيا كيف. إلى الأنيقة ليديا عسلي. هلو هلو, مرحبا طارق ومرحبا بالعباد تسمع فينا. البرشة رسائل جاءوا الحقيقة في الويكاند, عنا نسلم عليه محمد علي العبيدي, عمل فيديو وثي على سبيتلة. بارتاجيت الفيديو اسمه محمد علي العبيدي, فيديو ترويجي لمدينة سبيتلة, مش عارف التوانسة بسبيتلة ويعرف البلاد بهم. اسمه دليل العبيدي على انستغرام, تحبوا تدخلوا تشوفوا الصفحة متاعه وتشوفوا الفيديو. فيديو تحفونا برشة على سبيتلة مروان, برشة كلام تحكي على سبيتلة الفترة الأخيرة وكل الكشك والدنيا والمشاكل, هو فيديو ترويجي حلو برشة على سبيتلة. من الرسائل اللي وصلت لي شبيبة من إسلام, إسلام مش قال لي أهلا طارق, ديما نتفرج عليكم أنا والعيلة من جابس تحديدا من مارث, راكم معلمية كملوا هكا من غير غشة, راهو البرنامج متاعكم عائلي مسؤولية راهي هذي وبربي سلم لي على محمد علي التونسي وقل له كان جي مارث مرحبا بحذ أخوك يا بيه. والله ما نجي المارث هاك حلفت توفى الكورونا وما نجيكم المارث نعملوا خويا صحيح كسكسي ليجمي ليجمي. حتى مروان في جيبس حتى مروان جاتك تحية. أيوة مساء النور طارق, تحية ورد ليك وكل المجموعة, أنا عفاف المبروكي من أم العرايس ولاد قفص. أيوة ديما نسمعكم من أول حلقة, بلغ سلامي لمروان بوزيان وقل له برافو, وقتلي سلم زيد على فرح بن عمارة راني نتبعها, وقتلي قول بشفاء محمد الخميس. بشفاء محمد الخميس, بشفاء محمد الخميس وتسلم عليك ولاباس محمرة. أي خير اليوم ريت ستاتيو كل شيء, بنطمنوا العباد واللي يحبوا محمد خميسي راهو بقدرة ربي لاباس, أون بليس خميسي سبورتيف راهو يترينا وكذا, ما عندوش لا دخان لا كحول لا جو ذاك الكل. ان شاء الله الناس الكل تقوم لاباس من ازمه الكورونا, وانتم مساجاتكم نحلوا ديما نقراوا البعض منها. عندك رساله ليديا؟ فما زوز مساجات, واحد فيهم من مروان بريكا قال لي امان سلمني على دلي تونسي برشا, نحبك العبيد برشا, وفوت خميسون سوغ اي اف ام مانيفيك توت ليكيب حناشي بوزيان والعجيمي. ميرسي ميرسي العجيمي, قدش يسلموا عليك الناس, عندي تقوى مرواني اللي تبعث لي كل يوم تسلم عليك. تقوى شنو؟ تقوى مرواني كل يوم سلم عليك. اليوم مثال باهي وهذايا فيروز حويته قالت لي عسلامه ليديا, نحب نقدم لكم تحيه كبيره وراكم منورين ونشكركم على الجو اللي تعملوا فيه, غرو بيزو. يلا سيدي نبداو على بركه الله الفقرات نتاعنا الاولى تسويت لو كان لو كان معتبره اليوم معتبره وفيها فايده للبلاد. ايوه الله. لو كان يحكيوا على التراويح فايدة للبلاد. فايدة للبلاد ولو فيها فايدة فيها اكيد فيها فايدة. لو كان ودي قاعد في القهوة صباح يدخل شخص يهبط كابوسان عادي جدا عادي جدا قاعد في القهوة, سورتو توا الناس كل ولا تمشي بالصباح بيسكو القهوة تسكر الأربعة صحيح تسكر الأربعة, ولكن الطلب نتاع كابوسان كان غريب. شكتم أحليه منير بن صالح والله منير بن صالح كان غريب شوية. أعطيني كابوسان كانت بالعربية. فأنت عرفت استغربت شوية فدرت على يمينك فطلع رئيس الجمهورية السيد
قيس سعيد. قيس سعيد هو من طلب كابوسان. فدار لك عارفك اللي انت كي مشروع فنان. فقال لك يا فنان يا باهي. يا باهي يا جعفر هذا. يا فنان يا باهي. لا اتركك ابدا. مهما حييت. قال لك اعطيني يا فنان حلول باش نصلحوا البلاد. دليل تونسي. انا نقول له يا سي قيس ارجوك استقيل. اول حل للبلاد هذاك. اول حاجه. بلاه. هذاك اول حل. هكا طالب. الاولاني نطالبوا كيك. باهي. مروان بوزيان انا هكا مطالب عندي هاي اعطينا بشوي بشوي باش نعطيه برشا مطالب باش يبدلوا بالرسمي راهو البلاد هذايا وتو تراك فاش نتحسنوا المجتمع بيدو باش يولي خير برشا على يديك نحج بالنصائح هذايا تفضل يحطوا الفن في الشارع بالصوت مزود يبدا صحيت يبدا الفن افون على الاخر ويحب يسمعنا يعني ذوقه هو موزيكته هو يفرضها على الناس اللي متعديه بحذاه الكل هذا ايش تحب يعمل لهم قيس هذا نحب عقاب بقيمه 50 دينار ما نصورش على 50 دينار برشا عليه معناها 50 دينار الناس تحط غنيات بالقوي في الشارع 50 دينار العبيد وتجيب وخاصه في التران بلي نتاع البون لو سود في المترو سمعتك تبدا مسطين تاع القايده في السيف تدفيع بروح من الخدمه يقعد بحذاك نبيعت انا حارب نتكيف خويا في وزنك تبدا تحفظهم ليه جرب قرونقص كنت حتى غنيه باهيه معنا ليزي غنيه ولا عليها الظهر مع تقديمه ياسر ما تسمعوها اسم جيبوا لي بلاك كان حب الزاك 2020 صحيح غنى حمزاوي حمزاوي اعتزل ولو اللي ولو اللي سمع مع جيمي غنيه باهين بيت الحارب بيت الحارب شفت شفت يا اخوي يمشي بيتهوفن بيتهوفن مفتين طلقايله يا وخايف في وذنيه في الترا ما تجيش يمشي حتى غنيه راقيه معنا ما تجيش هما بيدوا وصاحبه اللي يحكي بحذا بالتليفون بالصوت يبدا الصوت معناها لازم اللي راكبين في المترو الكل يسمعوا القصه نتاعو معناها من الاول للاخر ثنايا كامل. هذا خديت خطيه. هذا صاحبي ما شات على المترو جمله. 100 دينار. الخطيه نتاعو ماشي يحط المترو. حسين انا توا خرجنا انا احنا جو كبير يسمعني يا معاك انت الاخر اش قال له؟ والله شي هبلني يا زي سامي. او بحذايا مدير جو كبير طار. باهي. لين نخلته. احمد فما خلي لي افكار لا اصبر بشوي بشوي مازال عندي تعملوا ايميسيون غدوه قيس سعيد بشوي بشوي اعطيه اصلاحات واحده واحده خلينا نشوفوا عجيمي اصلاحاته ثم نرجعوا لك انا نقول له يا سي قيس سعيد نعم فما زوز من الناس سي قيس سعيد لازمك تعاقبهم اي زوز تعاقبهم عقاب مالي وشلابك معناها يهبط قيس سعيد بيدو هو يشلبكم تمرتي خويا اللي مرتق اي ياك بحذاك صحيت يا خويا بالرسم عرفت هذاك ومصويب كان كفى على قد فهمتك مرتق وسيرتو كي بديك في اللوبيا ولا في الجلبية هذاك وثاني حاجة اللي يلبس شليكة بصبوع على كلاست راهو مشهد ماهوش جميل صحيح يا سي قيس سعيط اهبط نهار انت بسيرفاتمون للسونتر فيل وشلبقهم هذوما وحدك اسمع الدور نتاع تمرتيق هذا عملوا فتح الهداوي في دور في مسلسل المنارة خرج عاطف بن حسين اقسم بالله لا هو راه فتح الهداوي من كل مسلسل يمرتق فيه ما فما حتى مسلسل ما مرتقش فيه الحقيقة هي حتى ولاد مفيدة مرتق فيه هي ولات من الرول هذاك ولا يعملها في ولا عنده ديتيك ولكن في المسلسل هذاك في المناره ابداع التمرتيق بتاعه العقد يا سامي العقد وياكل فيك العقد في الدوره هذاك وين ما نشوف هو المسلسل هذاك ولكن ما لقاش برشا رواج المسلسل حتى ولاد مفيده الحاج ياكل في الكسكسي بالعلوش ابداع مش كيف مش كيف جابها قد قد في على فكره سامحني عندك في امريكا في العالم براد بيت ما فماش فيلم مثل فيه ما ياكلش براد بيت ديما ياكل في الافلام باش ينحي تراك وكل بلا ولا بالعاني يعمل فما حتى فيلم ما ماكلاش فيه حتى ديما يتعشى ديما ياكل يجي يخسرهم صحيح ليه تحس وقطع عليك بالكلمه بالكلمه المهم عادي يقص عليا سينو وانا صغير مره نفكر استرابي ما نقولش دالي استرابي ما نقولش دالي ليديا قول لي انا عندي طلب بواحد بركه واعيه ساعه قابلت رئيس الجمهوريه قابلت قبل رئيس الجمهوريه لا الحقيقه في لك التظاهرات نتاعك الرياضيه ولا حاجه حتى 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 ولي تونس قابلت ملكه نتاع الاردن ملكه نتاع الاردن في انا مناسب في البطوله العربيه بالاردن اسمع سيدي ريتو وكيفاش كان الحوار ما مش حوار لبستنا اللي ميداي قالت لنا مبروك مبروك وكهو ما حكيتش معنا مش طمع قهوه لا تعرفها مش عارف شكون ليديا شنو حوالك لطفي وينو ليه بالك برافو على قالت لي نورت الاردن يا بطله وانت بالاردن كيف قالتها لك هذه؟ والله ماني نعرف انا نسيت عندها سبع سنين اللهجه الاردنيه اللهجه الاردنيه ما تفرجش في الاعمال الاردنيه لا لا ادهم نابلسي اردني لا لا هو في بيري في بيري لبناني لكن الدمار هذاك انا عندي لبنان سنين لبنان اللوطه باهي لو قابلت قيس سعيد طلب سيل برشا يصدروا قرار خمس سنين حبس على كل واحد يحط الغنية طبطبة في الستوري أموري الكل تتحل مشاكلي تتحل نفسيتي تتحسن ولي نرقد مرتاحة أنا برشا عبيد من الشعب التونسي معناتها مشاكل الآخرين تو يحلها ألف حلال مسيج مش مشكلة أنا على ذكر الفيسبوك الطبطبة والفازات هو مواقع التواصل الاجتماعي الكل التواصل الاجتماعي لازمهم إصلاحات شاملة برشا إصلاحات تطلب وقت
شو شميتها؟ المخرجة نتاعنا ربي يفضلها. دونك حسب الطلب نتاع ليديا العسلي غدوة يكون معنا كوجي خاطر عزة تواتي بشد خمس سنوات. اصلاحات السوشيال ميديا خموا فيها برشا اصلاحات لازم تكون في السوشيال ميديا. اطلبوها من قيس سعيد خموا في الافكار هذه. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى العشرة نتاع الليل. غدوة معنا راجعين معاكم بعد شوية. تحب على استشارة طبية وإلا معلومة صحية تبعنا في الموسم الثاني من ألو إي أف أم سبيسيال سانتي كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي تلفة حتى يكشل الأربعة متاع العشية مع هجر الحنيشي. أنت تسأل والطبيب يجاوب على إي أف أم أحلى راديو. التوا في بالي باش نكمل فيسا يا اخي قاعده نحكيو على البروغرامز والقرايه اونلاين وليت الحاجه جزاف في الفاك بتاعنا. تقراو اونلاين في الاي بي اس؟ اي ولينا نقراو اونلاين. نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي. انت زيدت نجم تكمل ماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاه ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت. تي اما انا ما قريتش بزنس وذ نيو ماستر اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن. ما يقلقش نو الباك جراوند تاعك يو كان ابلاي. انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت APBS tunisia.tn وإلا على الفيسبوك بيج Avis and Private Business School. أوكي تنت عدلو من غير ما تمشي للفاك أدخل عملها توا أونلاين. أحلى ضحكة أروحة عايزي عاد عايزي عايش بنت سالي عني بياي. شو عزيزي نعطيك نصيحة في الدنيا هذي عمرك ما تتلفت وراك الدفوراش شو نعمل ماله تلالا وانا اقوله خايك من قاعد يتعلم ايش بيه خا زاده ليه يهبل وصلي عني بي على ولدي عقل وثقل والله يعني بدي مجهود يا ما اما فما حاجه محيرتني تو كيف يجي للدنيا هذه شو كيف يجينا ما هو ربي خلق حواء وادم عرس وجابوا صغار وبعد صغارهم زادوا عرس وعاد جابوا صغار اخرين بشوي بشوي للي كثرنا للي جينا نحن سارة من ايش بيه بابا يا من احنا كنا قرود بعد ذا القرد بدأت توا بشوية بشوية لنولينا بشر. لا عزيزي هذوكم عائلة بوك عائلتنا نحن بشر من أول الدنيا. هي فن نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي. رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موسين حتى للعشرة متاعيل بقيادة محمد علي تونسي وي 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 مونغاتي مروان بوزين مالا شو نقول انت اللي تحب مروان بوزين ملك أرقام اليوتيوب والملك الأناقة أي قيصرة الفريق ليديا عسلي هلو هلو والأنيقة جميل وجميل الفريق ولك التقليد أحمد العجيمي أبيض الشاشة أحمد العجيمي شكرا شكرا يلا سيدي نرجع للوضعية متاعنا اللي هي قابلنا قيس سعيد في قهوة قال لك شنو الإصلاحات اللي تقدموها وصلتوا بينا لمواقع التواصل الاجتماعي أي. فما إصلاحات في الميدان هذا فما إصلاحات في لازم نبدلوا للمقاولة احنا غادي لا سيدي نطول في الأول اليوم نطول في الأول قيس أرجوك عليك أن تعدم الشخص اللي يبعث لك انفيتاسيون مازلت قبلته توا يطلبك ابيل فيديو والله يا سيد مازلت حتى دمشي ما لبستوش تعرف عليا فاش نعمل انا مازلت قبلتك بربي سي قيس عندي طلب فما نوع نتاع بنات على الفيسبوك أي. يا انا 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 في ديبرسيون منهم توا ما فهمتهمش ولازمني نمشي لبسي على خاطر الطفلك اللي تبعث لك هي انفيتاسيون وتحط لك جيميل وتبعث لك سالو وكراج جانا سالو يقول لي شنو يصير يقول لي نعمل لي فيو واشنا نعطيك اشنا انا يا العجيمي يا اخوي انا في الانستغرام تليع منهم هذي تبدا الطفله مش عملت لك ابوني تبعث لك ميساج كوكو ترجع لها انت كوكو شو تعمل تفسخ الكوكو نتاعها هاي باش تبان انت اول كوكو نتاعك بعد ديريكت تقول لك سافا نعطيك نوع اخر دليل وبعد في الاخر تقول لك شنو كيفاش تعمل نبيع في اللفته نبيع في اللفته باش نعطيك نوع اخر دليل وتعرفه باس لكن نوعك اللي يجيك ما تعرفوش على الفيسبوك يقول لك برو وينك عرفتم هذوكم ولا افرير افرير مانيش خوك يا غالي لا تعرف ولا يعرفك تعرفوه السلام عليكم اه صاحبي شنحويلك شم جديد يدي شم جديد في قيس صعيد بجرب كلمه شم جديد نحيه اسمعني وفهم عبيد عندها في صنف الشخصيه يبعث لك ميساج حاجه وكتب له كومنتير حاجه كومنتير كتب لك محليك صاحبي ديما منور وكذا يبعث لك ميساج يا حقار تبقى طلعت انت ونفس الشخص يبقى معك والله برسمك ثواني شكون عليك صح هو فاز نتاع سكيزوفرني صارت هبطت مره فيديو عمل لي ها 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 اوكي هذيك اما كومنتير مامستك ما فهمتيش الضحك لحظه ليش طالب قيس سعيد انه يعمله باش نقعدوا في الموضوع هذوما قوانين قوانين قلت لك انا بالنسبه لي قيس هو يهبط بسيغ فيتمون
يشربقهم هو كل يصففهم كيف في نيك لافين يشربق اوله كف انه الشربوق الاول الشربوق الثاني الشربوق الثالث واختي 50 دينار زاده هذوما يتوبوا كان باش لابق لكن رئيس الجمهوريه ما نجمش يتيح المستوى هذا نتاع لا لازم يتيح تاع الشلبيق لازم يتيح خاطر هذوما شفت حد هذوما مغوي ما عندهمش دوي ما عندهمش دوي تاعهم للدنك تراه باش يرفع بمستوى قيس عادي اسمه فيلم العجيمي اسمع تصور اي وضعيه خير استرب فما انا مره صارت لي فازه بالرسمي هذايا فما كومونتير شهير تو ولا يتحط برش أي. ما هو تستحق الدفن تستحق الدفن تبدا الفيديو مازلت اليا اون مينوت ملي هابطت ماست لاست هذيك تبع مره ما هو تستحق الدفن مازال ما تفرجش فيه هي فيها 5 وهي الفيديو 5 مينوت صحيت دقيقه قبل الدقيقه الاولى انا مره انا كيكا واحد ما هو تستحق الدفن ثلاث مرات حتى يمكن عرفت الكونيكسيون طايحه بعد بعث لي ميساج قال لي برجوليه صاحبي ابدعت في سامي الفهد اي اي ولا تعطيك ما اشنع واحد عمل كومونتير الفيديو ام كلثوم تغني في الاطلال في الاطلال معناتها كتب لها موهبه تستحق الدفن زاد كلثوم كلثوم كوبي كولي هذوما كوبي كولي شنو اللي قال يحكم عليهم قيس سعيد زعما كوبي من الشارع كولي في الحبس اشنع اشنع هذوما تلقاهم كل دي فو بروفيل راهو تلقاه حاطه صوره حصان في البروفيل نتاعو ولا ورده صفراء ولا بيبي ولا بيبي ولا رونالدو صوره رونالدو كان كار في مانشستر عرفت هذيك تصور فقط يعمل ديما جيم ولا زوج جيمات شويه نسيتو يا اصحابي السيد اللي يعمل جروب فيسبوك ويبدا عمره 30 سنه ما بتحسين 30 سنه من المرنقيه هل من ترحيب يا الجروب يا صاحبي الناس حل عائلات وصغار هذا هذا شنو طالب قيس سعيد يعمله؟ بالطبيعة هذا طالب قيس سعيد يحيلوا الفيسبوك جملة افي منع منع انه يكونكت ريتو يحط على الفيسبوك تطلع له فما صاحب الشخص هذا يهبط الستير يقول كي جيت في حياتك زعما شنكون اي عرفته اي صاحب هذا راهو سمعني هذا محمد علي التونسي 30 سنة يقفل عمت اللي يقفل 30 سنة تصير يهبط في ستوريتك اي نعم كي تقول علي اسمع يولي بدنه ما عادش عاتي نتاع باش يهبط تصور كوستوم ونفس التصوير محمد علي التونسي نفس التصويره يهبطها ستوري ويهبطها بوست ومن بعد يهبطها على الفيسبوك ستوري ويهبطها ستوري بوست مره هبط ونهبطها فوق مره هبط الزبله يتهنى عليك ما تموت الا ما ترى نفس التصوير هذيك بختو ونعطيك ما اشنع انا مش نحكي كلام ليديا شيخ قيس خاطر كلام ليديا كله فيه نفاق البنات يحبوا أربعيني بلاحيت وبك الشيب وكذا وفخامات انا اعطيني 30 سنه قدام تتشوف والله تتشوف دليل في بالك انت غلط فهذا تعرف علاش علاش خاطر انا كي كان عمري 15 كانوا يحبوها 20 وصلت ل 20 ولا يحبوا 30 توصل 30 ولا يحبوها 40 انا توصل 40 جنراسيون تاعنا روتار توصل 40 ولا 50 ولا يحبوا 60 ولا يحبوه ميت واكثر حاجه تصير لك تو مثلا يبدا واحد توصل 40 ولا يحبوه ميت يحبوا كل الناس نتاعو يحبوش خلى فهمت صاحبي واحد يبدا يحب طفل اسمه اماني سامحني طارق مش عارف يحب طفل اسمه نرجس يبدا ماهوش لقاه مثلا شافها في الفاك ولا حاجه ويدخلوك في الجروب نتاع ما عندي نجد اماني اللي صالح اش دخلني فيكم انا صحيت مالي ومالو لا اماني يلقى اماني ولا حتى يلقى هنا اللي تحكيو فيه الكل وتحبوا اصلاحات يعمل لك قيس مال اصلاحات لما هزل حسيب قيس سعيد هل في القانون التونسي يخول له انه هو يعمل اصلاحات ويقدم قرارات هكا لانه النظام في تونس ماهوش رئاسي نعطيك معلومه انا ناخذوا راي استاذ الحصه والخبير القانوني لفريق نوفيل جينيراسيون السيد محمد علي تونسي استاذ نعطيكم معلومه خويا مرحبا بك معلومه بسيطه باش تولي خويا نحطوا لكل مقام في كل مكان تونس نظامها يسمى النظام شبه الشبه 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 نظام له برلماني نظام له 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 رئاسي اي دونك في النظام هذا تكون معناتها الصلاحيات اكثر عند رئيس الحكومه واضح رئيس الجمهوريه تعود له بعض الصلاحيات من بينها يعني فرض الامن القومي و اعلان حاله الطوارئ والحاجات فيما معناه يعني كل شيء يعود بيد رئيس الحكومه هذاك علاش الناس كل تشد رئيس الحكومه راه رئيس الجمهورية يقترح رئيس الحكومة و... نعم. والباقي شكل باقي نعم. شكليات معناتها بعض القرارات أنا. خلينا بعد ما خذينا الخبير القانوني ناخذوا المعني بالأمر المعني بالأمر اللي هو سي قيس تفضل نعم أنا ومن هذا المكان بالذات أتوجه إلى هذا الشاب محمد علي التونسي أظهر الكرونيكر السياسي سي قيس مرحبا مرحبا يعني نفسي هذا المثال يوجد اللبوة هل تعرف قصة اللبوة وبني آوة عندما وجدت جاه ربي سامحني يا سي قيس جاه ربي يعطيني النكتة النكتة اللي عطيتها في حفل التقاعد نتاعك للطلبة في 10 ديسمبر جاه ربي أرنب الأرنب أرنب وجد تمرة تمر. فذهب إلى ابن آوة فقال له ابن آوة لقد وجدت التمرة فقال ابن آوة بلي أعطينا فهي إليك بلي أعطينا التلميذ اللي يحب يوري روحه قدم قيس سعيد لقيس سعيد ضامر معنا يضحك له على كل شيء يدي طالب نتاعو صحيح امشي
أرنب وجد تمرة فذهب إلى ابن آوة فقال له يا ابن آوة لقد وجدت التمرة هل يمكن أن آكلها؟ فقال له إذا وجدتها مرمية فهي لك وإذا لم تجدها مرمية امسحها وكلها. فأجابه الأرنب لقد وجدتها بجانب بيت الأسد. مشكور سيد أي تلميذ يحب يوري روحه قدام نعم قريتني في سنة أولى قانون دستوري ولكم ما تريدون أي مناش باش نبعدوا على القراية. مشكور قيس سعيد ويعطيكم الصحة على الإصلاحات اللي طبتوها من سيد الرئيس قيس سعيد. إن شاء الله رسالة متاعكم ما توصلش سينو مشينا في العفس وذهبنا إلى باب مغلق وإلى الهاوية. فما إضافة شبيك كيفاش تنسيو المرأة في الدار التونسي شبيك المرأة هذيك اللي تحط التليفون مع أذنها تفكسي التليفون كي مع أذنها وتبدأ تحكي أمم تون ويبدأ نحب زوز المضامن المواد وي يا سلوى تعرش قتلي في وجهي صدقني انت فهمتها هنا ترمي في الكلام اسمعني عندك صرف مدام زوز مطام عندك صرف ما عنديش 3000 اي اي ريتها تبري بتاع 5000 صدقني ولدها جيل داري تنبري. حشمني تنبري اسمعني زوز مضامن بتاع تعريف تنبري تنبري تفضل تنبري قاعده نحكي ماكش قاعده ترى سامحنا هذه قداش تحب يحكم عليها سيد هذه يمنع لها التليفون وكا هو يمنع لها التليفون في الاداره من الهاتف من الاداره باهي مدمنا في القرايه من زنا لو كان جيتوا شبيبه عام دراسي دراسي عام في القراية أي. سنة دراسية حاجة تقرأ شو داش بتكون نبدأ بأحمد العجيم كان جيت عام في القراية تصور روحي نكون عام الثورة يعني خويا برشا فوضى أي. حد ما هو فاهم حد أي. حد ما هو فاهم روحه شنية حد ما هو فاهم روحه شنية داخلة بعض كلها داخلة في عيد خاطر أنا ديما عندي أفكار مشوشة دونك نجي الثورة وخاطر فما ديما انقلابات أي. في الثورة صارت كتطورات سياسية و... أنت دي ينقلبوا عليك وانهيارات فما ليه في مع روحي ينقلب على جنبه اليمين عجيب وريق دوي وي مروان بوزيه أنا نحب نرجع العام السيزيام وقت اللي كنت بالبوك اوه حلو اوه ما خلطش عليه انت طارق حتى انا انا بالحق ما خلطش عليه ما خلطش على البارح خلينا ما عملتش السيزيام بالبوك ما خلطش على الثوره مش على البوك انا بيدي ما خلطش عليه هي راحت ليه ام ليه احنا صغار هو يعني انت قلت انا بيدي على اساس اكبر واحد فينا اي معناها مروان اكبر واحد فينا الارزن مش انا بيدك معناتها صارت في حومتك انه احكي لك العام في سيزيام كيفاش صح ما سمعتهاش خويا هكا هو ولا اي معناها خلطنا عليها واحنا صغار ما احنا ما قريناش السيزيام ملا فيها شرم كبير بالرسمي تحس النجاح فيها شرم اللي باش ينجح مش اللي دوبل صحيح حتى اللي دوبل كي يبدا قاعد هكا فلان طارق الحناشي دوبل لم ينجح راسب وتعمل روحك دختك يصبوا عليك في الماء اقوى رغم اللي صغير مغروم راهو طارق الحناش ديما حضر ما يبتعش يسي ما حضر اللقطه ذي اللقطه ذي مو ضحك في جاري يا حمود وقت اللي يستناو في الريزولتا نتاع ناجي اش بيك يا بابا يا اخي اش بيك شوت بينالتي وقت يستناو في النتيجه نتاع خلطه عمري اماني اسمها هي طفله اماني لا مش اماني نسيت اختي نرجس نورس حاجه كي اي حاجه هكا اي حاجه كي تحب الفنان حمامه حمامه امل حمامه تير البورني يلا ليديا شنو العام؟ انا باش نكون عام الكورونا عام الفيل أي. عام دراسي نتاع الكورونا سنه اولى سنه ثانيه باك بريمير دوزيام عام الكورونا عام الكورونا هذا عام سبيسيال عام يونيك ما كيفو حتى حد ما ان شاء الله ما يكون كيف حتى حد وبالرسمي كلام صحيح صحيح ما كيفو حد بالرسمي شيء دوخر وحتى الاولياء ان شاء الله ما يتعود لحتى حد ما الاولياء راهو تعبوا برشا راهو ولادهم صغار فما ما نتصورش فما فرحه كيما كطفل صغير اللي عطاوه نهار جور فيريي عطله بالمولد يا اخي قد قام يلقى العطله وليد 8 ايام ترجع 9 نوفمبر تصورها شيخي صغير صحيح عندي ولد عمي باش يموت بالفرحه وباكره صحيح وميت بالفرحه واش فيه اليوم باش يعدي يا ولدي باش تعدي راك في صحيح عام جو نستغل اللحظه كيما عجيمي يقول نستغل اللحظه اللي انا فيها تتذكروك اليوميه قبل تتعلق اللي فيها بالايامات بالاكحل هما الايامات اللي نقراو فيهم الايامات اللي بالاحمر هما هذوك اللي جور فيريي والعطل توا بريود الكورونا وليت بالعكس بالعكس اللي مات لي بالك علوم ما نقراوش فيهم والاحمر ذوك مو اللي يقراو علاش مروان زعما اختار عام كيما السيزيام بالبو شوف انا سمعتهم الكل حقيقه انصدمت خاطر عرفت غصت في بواطنهم النفسيه مروان اختار عام السيزيام تحس وصل كان السيزيام خاطر خاطر معناتها ما يعرفش البكالوريا يعرف كان السيزيام واجواء السيزيام خاطر قديم هو سيزيام قديم يقولوا عليه بالبوق بالبوق العجيمي اختار عام الثورة, تحسه عنده لماذا اختار عام الثورة؟ هات نحلوه دكتور محمد اختار عام الثورة ولابس كله بالاكحل تحس عنده اضطرابات من داخل يتصارع مع روسه مع نفسه الناس تحب تدخل الناس تحب تخرج تحسه معناتها غريب كالمستنقع المستنقع غريب يبدو لونه اخضر هكا عاتي على الواحد فهمت تحسه العجيمي مرتبك معناتها ليديا اختارت عام الكورونا
تحس عنده برشا مشاكل عاطفيه تقصه وترجع تقصه وترجع تقصه ونرجع ديما مرتبكه ما نشفيه. انت محمد عندك شنو العام اللي تختار؟ نختار العام تاع سنه اولى ابتدائي خاطر انا ديما لول. سامحني باش ندخل انا حسب دراستي في علم النفس داري التونسي معناها ظاهر من عنده عقده النرجسي عنده عقده الرقم الاول خاطر هو عمره ما وصل له. شنو يعيش هو؟ صراع يعيش صراع داخلي عنده عميق مع الاناء والاناء الاعلى والاناء الغيريه. هو يعيش في تضربات بين هما ثلاثه فهمت؟ صحيح ديما يحب روحه الاولاني ولكن عنده دليل صغيره كيف في الكوان اليسار على فشل ساعات يحسب فشل. هذا يثبت انه علاش ديما يحب ستوريات يحب يثبت للناس ديما هو يعني راني ناجح يسالوا حتى ستوريات شاهد انت التونسي ميسالو حتى من بالله ما اسالني واحد جاوبتو اي فاناتي نحترمهم انا فما شكون يسالك يقول لك ما حلاك في كذا اسالني هذا جاوبته في ستوري اسمع دالي يبدا قاعد عادي وحده في الناس الكل معترف هذه معترف بخدمته جاوبه محترم يبدا قاعد يهبط ستاتيو ولا يهبط ستوري يحب يثبت بالي هو ناجح لازم ناكد يزيد ياكد ياكد لك بالسيف معناها ممكن حرمين في الطفوله من الحين لا لا انا متاكده انه عاش شوك ايموشنيل معناتها عاش ليه فسر لنا عاش شوك ايموشنيل صدمه معناتها عاطفيه تحول للحل اللي هو فيها والله اكثر صدمه عشتها في حياتي انت هكا نورمال انا فكل اللمجه نعم انت نورمال معناتها في حاله نفسيه عاديه عاديه على الاخر عاديه على اللمجه انت انت اللي تفك في اللمجه هي فكل اللي كنت ضعيف كنت صغير يا مروان هات نشوفكم في حاله عاديه ولا لا نشوفكم تضحكوا ولا ما تضحكوش باش نمشيو لفقره شد روحك ما تضحكش اقرب لي على جميل مروان قرب لي عجيمي المروان احمد عجيمي قرب لي المروان غير ما تقول برشا ليديا قرب لي خفت عليني انا عندها عقد نفسيه كبيره ليديا قرب لي محمد علي التونسي باش ناخذوا ليكر شخص كان جاي المعقدين الكل كيف ما تقولوش على اخوك الكبير معقد ولا زميلك 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 اكبر منك في العمر ما نقولوش عليه معقد باهي ليديا باهي ولا داكور ليديا قول لي باهي نحكي مسروق شنو؟ ليه مانيش مقتنع اخر حلقه غودوا معنا بلال العريبي يلا يعوض هاي اي قرا قرا البروفيل قريب حاضر بلال انت اللي يعجبني فيه في الشواء غودوا مش بتجي ليدا بتجي بلال العريبي أي. البروفيل اللي ياسر قريب لهم كيما اللي عوضوا مع محمد علي التونسي مرة غابت في المستوي مرة غابت فرح طلب بلال العريبي عجيمي حاضر ديما حاضر فاهم الكونسيبت بتاع ديما حاضر ديما فاهم ديما حاضر ما يبتعش واضح باهي تعدينا من لو توا شد روحك ما يضحكش نستناو الكاميرا وهذاك ياخذونا زوج الزوز الفريق مقابل بعضه تو سويت شو اسمها الفقرة؟ يمشي لو كان شد روحك ما تضحكش باهي البداية بثمار أو جدمو الموضوع الأولاني عارس كل واحد فيكم يقول لنا حاجة البداية بمروان ثم أحمد العجيمي ثم ليديا ثم محمد علي التونسي والخاسر هو اللي يضحك أكثر في العادة ليديا هي الخاسرة الأكبر ديما اليوم شو شوفوا هذا توصل العملية أو لا البداية بال الفنان مروان بوزيان نكتة على العرس أي. وإلا جدمو في العرس أي. قال لك فما أكبر زوز كذابة في التاريخ مسيلمة الكذاب الناس كل تعرف أي. وفما ما عينيش مش نشتح دالي موزا بيه عجيب جدمو على العرس أي. وقتش تصيح وتقول الغشاش لا تبارك له وقتاش تعرس وتلقاها صاحبك وقت اللي تفيق بعد العرس وتشوف مرتك من غير مكياج انا المغل ليديا امشي ليديا شاد روحها المره هذه باهي ليديا مونزا يا ودي انا شاد ليه ما ضحكتش ما هو قبل ما يبدا يحكي في النكته انا ضحكت مونزا مونزا خاطر اعترفت صحيح مش نحيي لك اي ليديا امشي حاجتين في الدنيا هذه ما يعرفهم كان ربي الغايب والسيد اللي عاون في العرس وما يعرفوا حد شكونه بالي موانزان ومروان موانزان عليه انا مش موانزان انا ضحكت على ليدي ما ضحكتش انا ولا ما يهمنيش دالي اعطيني ميسالش اخي حاجه بديت النكته من الاخر على خاطر اخي بحاجه ممكن تصير لك في العرس اي اخي بحاجه ممكن تصير لك في العرس انه يكون عرس صاحبتك ليديا موانزان وعجيمي موانزان وما والله رب العكس دالي انا ماذا بيت عرس مرتاح منها انا نبكي بيه يوم فرحة كنت واف انت تتخيل هكا في عرس اميني طارق باش يفرح اوه علاش حيرت علينا وجيع خلينا تبي خلينا تمشي تحير لنا تو عرس اميني عم عرس اميني يا ليه والله ما عرس ليه ما عرس ولا خطب على البنية شو خطبت ما عرس بنتي عرس ما عرفت وين تسكن انا تحكي لي كل شيء كي يغزر الكيس عليه عليه أماني تزوجت أماني تزوجت ورهبت في خبري كان وأتمنى لها
إن كان لي قدر فيها أتمنى أن تكون من قدري. يا صديقي يخلصوا فيك راو راديو أنت أنيماتور راديو إفهم خلص فيك أنا باش نعطيه شوية ثمار وجولة العبيد راو لحكيتوا أنت على أماني أكثر من عملناه فانيت راو عمسي باهي نرجعوا أما ريت نقف معاكم لو ريت نقف معاكم أنا ريت قل من قلبك أنت طارق الرعاد يا دي خلينا يا دليل نحبها نحبها برشا برشا تحب رجلها؟ لا رجلها ما تحبوش؟ لا أنا أنا مشكلتي من الجبن أنا مشكلتي أنك تتمنى أنا مشكلتي حبيتها وهي معرسة أنا مشكلتي كنت وفيا لمن لم يكن لي منذ البداية الله أوه. وفيا أوه لمن لم يكن لي منذ البداية تي. فأين أنت يا أماني حياتي؟ نعطيك بيت تهديه لها اذهبي إلى الجحيم لا وقد تعودين في يوم ما وتكونين لي كان جاء عنده بيت ريبا بدلتوش يلا نرجع أقول شدروحك ما تضحكش مروان قل لي باب نرجع أقول التلفزة شدروحك ما تبكيش التلفزة حاجة في التلفزة شكون الانيماتور ليديا نسمعوا ليديا شكون الانيماتور اللي كي تسمع لقبه تحسه سمين تسمع لقبه تحسه سمين جعفر القاسمي لا سمين الوافي خليو عجيب موزع خليو عجيب موزع عجيب باه جدموع تلفزة تونسية باه شكون اللي يتفرج في التلفزة ركز 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 ريتو شكون اللي يتفرج في التلفزة ويقول ربي استرنا ان شاء الله يا ربي يستر كي يتفرج يقول يا رب استرنا يا رب شكون الوالدة عبد ستا اي واحد يتفرج باي زرد فاسد يتفرج حمزة البلون مروي موزا وليدي موزا ليه فما صعيبة اي صعيبة اي يلا دي ليدي فان ذكية يلا ليدي اي حاج نكتبها ذكية اي كنت لازم تكون متحيل يتفرج من هنا مش تخلق من هنا معايا نعاونوه شوية عني لا نعاونوا بعضنا صاحبنا وكوميدي كبير عاودها هي بيدها فهمتني وقول متحيل يتفرج في حمزة البلوم عاودها توجيه ذمر عاودها توجيه ذمر عاودها نضحكوا كل فوري 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 انا مستعد لموان سانك بيسج شكون اللي يتفرج في التلفزه ويقول يا رب استرنا شكون طلعوا شكون متحيل يتفرج حمزة البلوم موان سانك جماعي نعاونكم في الموان سانك ليدي وقتاش تشوف زوز ركيب لاصقين بعضهم في التلفزه في جي سي سي ربي يستر شوف تطلع عن النكتة هذه جعفر يعنق مقداد مرافق مروين وابو داليم وانزا مرافق مش ركيب باهي يا برجولين باهي تحية لهم وما يقبلوا تفدليك هاي اقبلوا تفدليك هاي فين تفدلوا مرافق اكثر اكثر ثلاثة حاجات بكي في العالم طفل صغير كيف تخوفه يبكي في العالم تبكي اكثر ثلاث حاجات تبكي في عاود حرر عاود حرر تبكي تبكي هو لا لا تبكي تبكي اكثر ثلاث حاجات تبكي في العالم طفل صغير كيف تخوفه انسان يقشر في البصل وجعفر انفيتي في برنامج تعدي ليديا مونزا يلا مروان جعفر كيف يصفي قلبك يبكي ما عادش يبكي في برامج الاخر يعمل ضربات ما عادش ليه خاطر الاخر اللي بعده ثمار معناها ما عادش يبكي فماش اللي بعده هو منظم تو فماش تو فما كان برنامج جديد صفي قلبك ومازال سبلاش ولا كلاش حاجه كي حاجه كي اي مروي نمشي عندك فاز اخرى اي اي شنو هي الحاجه اللي كانت تصير حاجه اللي كانت تصير اعرف راهو المسيح الدجال في الدوره نتاع داركم واحد تحب منه فلوس ارجع لك لطف هذه علامه ساعه معناها اي انتهي شوف لي حل انت عدى العجيب انا من رايي جبل العليب يغد في بلاصه مروان اي عجيب عجبتني اي يمشي عجيب شكون اكثر انسان يفكر في تونس موازنه جماعيه راه الضحكه اللي قالها عجيمي ذيك ما ضحكتش لا ضحكت لا ضحكت دليل ما ضحكتش يعني بلا العريب دليل ما ضحكتش قسما بالله ما ضحكتش في بلا العريب موازنه امشي عجيب شكون اكثر انسان يفكر في تونس هذا صعيب عليكم وذكيه برشا قيس سعيد لا المفكر السياسي سامي الفهر فكرة بيه ليدي حاشين كان مشيو ما رجعوش حماس روح في العيد وفيلم مصري خرج اشهار لو مروين انا والله نبدا قاعد قسما بالله فيلم مصري ليدي يا عجيمي نبدا شيخ نتفرج في اشهارات مش نورمال يعملوا كي يقصوا عليه بفيلم صحيح دليل في الاشهارات عامل جو 300 حلقه حتى النهارده حنتحضر القطعه دي والقطعه دي والقطعه دي والقطعه دي باه شنو هي أكثر حاجة في التلفزة تضر العيون وتوجعها؟ انعكاس الضوء على صلاة مقدسين. ليديا موانزا
ياسر شديتو اوي 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 والله انا نحبه مقداد سيلي انا بيرسونال انا مقداد هاكا اون فاس مقداد سيلي انا راني نحبك واني بدلت رايي فيه نهار اللي تفرج فيه مع الهيدي زعيم والله مقداد سيلي مبدع والله نحبه راه وعلى فكره راه وعلى فكره الناس تفاتوا مراه ملحن الفنانين كبار وظماء على الخير جورج ما فاح جورج تو كملت وصبر بيعي خلينا فما الفاز هذايا فما الفاز هذايا قويه برشا شدوا صغير في المشترى نهار نسمع فيه في الراديو مع الهيدي زعيم سألوا يحكيوا على الظوما لي زانونسور ولي زانفلونسور وكل شيء خسروا شو الاجابه انا راني امبوسيبل نلقى لها ريبونس هذه قال له مريم الدباخ قال له شنو يشبه مريم الدباخ قال له مريم الدباخ عندها مليون متابع على الانستغرام ذولي زو اي قال له اي ليه حلو يا خوي هاك على الاقل عندنا 10 ملايين مواطن فما مليون الخايب عرفني وين عندنا 9 ملايين نشبه كوروا معاهم فينك ثامر برشا مختلف على الاخر اول واحد في تونس عمل وان مان شو مقداد سيلي 32 جويلي ومسرح يبيع على الاخر صحيح وممثل كبير برشا تحيه ليه مقداد السيلي وتحيه اللي جبتوهم كل في النكت نعطيكم النتائج جعفر جعفر نتاعنا عز الناس النتائج يا سيدي يلا موان سيس دالي ليديا موان سيت ترمومتر ايه عجيمي موان كات عيش في روسيا ومروان موان سيس مات مروان سيبو دونك الخاسر ليديا العزلي بالثلج. ثم مروان ودالي والفائز كالعادة احمد العجيمي ربي يوصيك عشان اما اسمع نحبوه برشا حد ما فرح له اسمعني لو جابوني الامريكان يتعرفوا الغناية مي بيان سور اعطوني الكلمات بتاعها نبدا بليدي ودالي لو جابوني الامريكان اكهو الانجليزي والياباني الانجليزي والياباني وكلوب الدنيا عشان وكلوز وكلوز الدنيا عشان اقول لولا اقول لولا يا حبيبي لا يا حبيبي لا وانا عامل ايه وبعد وانا عامل ايه نبها كثير في السودان هذا الجواب انا وجابوا لي الامريكاني الانجليزي والياباني وفلوس يا هيا لا يا حبيبي لا 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 توصلنا للتسعة 46 دقيقة موصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل اقعدوا معانا راجعين معاكم بعد شوية عندك مشكلة حساسة وتخاف تحكيها تعرضت الموقف بدلك حياتك وما تنجمش تحكيه متقلق وإلا متقلقة من حاجات تحشم تقولهم قدام عائلتك أصحابك واللي دايرين بيك معايا أنا فرح بن عمارة نجم تحكي اللي في قلبك الكل ومع بعضنا نوصلوا الحل كان تحب تشارك معايا كلمونا على 31 380 ألف من اثنين للجمعة من 10 لل 11 متاع الليل الكلمة ليكم انتوما في كلام في الليل على راديو EFM أحلى راديو أحلى ضحكة على الأقل نقول كلمتي قلوا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ونحلنا هذه الانتخابات تخاف لا يكعر الكعرانة يا سيدي خليهم ديمقراطية ونحلنا الانتخابات
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا الليل والسماء ونجومه قمره قمره صاروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى الهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى الهوى سهران الهوى يسقينا الهوى ويقول للهوى دقيقة مازلنا معاكم حتى العشرة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون على يميني مروان بوزيان شمالي شمالي محمد علي التونسي يا مرحبا يا مرحبا القيصر أحمد العجيمي السلام عليكم وليد العسلي الجميلة هلو هلو فما والله قبل ما ندخلوا في الإين ولا مش إين عندي رسالة عن شخص مريض شوي شن ربي يشفيه خونا خيري المازني عمره 30 سنة يعاني من مرض السرطان في الدم يحتاج العملية استعجالية لزرع خلايا نخاعية بعد تحليل اللي عملوه مع العائلة متاعه طابقة الأنسجة مع أخته لكن نص نخاع فقط نصف مطابقة وما نجمش إجراء العملية في تونس خاطرها عملية ما هيش عملية زرع نخاع كامل مما يستوجب إجراء العملية بتركيا بتكلفة 300 مليون. هذه الرسالة اللي يبعثها لنا شكون باسم الإنسانية باسم الأخوة والرحمة ساعدونا وساعدوا أخوكم خيري في حياته وهو في خطر تبرعوا لإنقاذه ولمساعدته في جمع تكلفة العملية النمرو اللي تنجموا تكلموا عليه هو 58 917 684 الريب اللي نجموا نبعثوا عليه الفلوس هو 11-077-11-00-2-1-3-1-4-0-0-8-7-8-8-10 عشرة نعود نذكر بالريب في آخر الحصة نومرو 58-917-684 خيري المازني مريض بالسرطان ولازمه 300 مليون باش يعمل العملية متاعه عشان ربي يشفيه وربي يشفيه مرضى تونسيين الكل احنا مواصلين في فقراتنا توتسويت إين ولا مش إين يا سيدي على بركة الله وقفة احتجاجية أيوة تقودها من العمارة ومصطفى الدليجي الله الله بحر الشعار شنية زعمة زعمة شنية الشعار اللي عملوا عليه سيبونا الليل وقفة سيبونا الليل صحيح الشعار هو عزف مع ضبط قاع ونستغني وعائلات أمان سيبونا الليل أمام قصر قرطاج وقفة احتجاجية اليوم فيها أكثر من فنان تونسي سيب الليل بما أنه الخدمة وقفت في الليل الفترة هذه وقفت في الليل وفي النهار أي حتى في الليل حتى في النهار الدليجي زعمة في المظاهرة كيفاش أنا ما نتصوروش نجم يمشي في المظاهرة لا ولو معك ما يسمو حد في مظاهرة عليه تكاش تكاش ما يسمو حد حبوا ليلة ما يسموش يسمو هو كان يمشي في يعمل في الشعارات في المظاهرة أخي قالوا له ما عادش تطلع العباد فهمت الكونسيبت بالغلط العباد قالت في قافي بحث الدليج ويقول هاي هاي ورا هاي هاي فهم الكونسيبت بالغلط وين العمارة ورا شكون تعمل في شعارات تاني ليلي بالروح بالدم راح تبقى يا غالي شكون قال ما نجمش نقف في الانتخاب في الاحتجاجات شكون قال ما نجمش نقف في الاحتجاجات صلاح الفرزيت علاش يخاف يعفسو شتلقى نهاري شتلقى شكون زعم
فنان شعب احسين العفريت هو خاف زيد اللي حبسه الهادي الهادي دنيا الهادي دنيا الهادي دنيا بيه علاش من اي ما كبر خاطر صحيا ما نجمش يقفل الاحتياج بيه فنانه تونسيه تكلاشي محمد رمضان مين هي مين هي يا عم تكلاشي محمد رمضان ورده الغضبان انت محسوب تو ورده الغضبان علاش نتصور معايا زينه القسرينيه مالها علاش زين علاش زين خاطر فرد فلوسي كورو زينة و رمضان اي فرد مستني بلي دخل زينة قزينة برشا يقال ويشاع يقال ويشاع ديما تقول سايبوني يختون شكون زعم محمد علي تونس اكيد اكيد بايا زردي ما خليت حتى حد ما كلاشتوش وما طلبشتش عليه لا مغنية 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 اي شيرين لجمي شيرين لجمي لا هي فنانة تونسية في مصر فنان تونسي في مصر مش هشام صبري لا مغنيه تونسيه في مصر مغنيه تونسي مع يسرى محنوش وحده عنا يسرى محنوش ليه قديمه سوليف لا نعطيكم منديس لطيفه العارفه لطيفه العارفه حبيت نعطي منديس هذيك الاغنيه اللي عملناها مره حب صحيح قالت له ما فهمش قالت له ما فهمش نمبر 1 وانت عند ناس اخرين ماكش موجود ما فماش محمد رمضان تحكي بلغه فن هي أي. لغه فن معناتها تقعد تحكي بلغه نقابه هيني شاكر زعما خاطر هيني شاكر منعك الشعبيات والمهرجانات هذوكم من مصر جمله راهو منعهم جمله راهو هما الراجل ناجح خويا حبك هادي الله حبك هادي حبك هادي تمنيت كان حبي جاهدي قل الحب العادي الحب العادي وحبك هادي يلا سي الهادي ليه انا مروان انا باش نجاوبك على فازة محمد رمضان حكيت نمبر 1 هو كيقول نمبر 1 راهو بالرسمي على خاطر المسلسل هذا الكل عام في المسلسل اللي يعملوا الا الفيلم يعمل مثلا اكبر نسبه مبيعات ولا نمبر 1 في الاغنيات زاد في الموسيقى ديما الاولاني في التوب فونت في هذيك سبوتيفاي وتوب فونت في التوندونس هذوكم الكل في التوندونس يوتيوب معناها كيقول نمبر 1 بالرسمي انسان راهو كي يحكي نمبر 1 راهو نمبر 1 راهو خاطر النجاح راهو قيمه بتحب ولا تكره راهو ارقام وحروف خويا واش عندك من مشاهده واش عندك ناس تتبع فيك رمضان في الارقام نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 بيه يوتيوب نقص كان يعطيه بنته عطاها خويا عطاها خويا شو اسمه الدرع الذهبي الدرع الفضي الدرع الماسي عطاك كان يقولوا اجا شد خذ الطفل بيه يوتيوب صغيره بنت شخصيه حكينا عليها اكثر من مره هنا جد ديما عجيمي الاكثر يجبد عليها دخلت القفص الذهبي شكون زعما او يا 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 برافو دره زروق اليوم تاع متاثر راه من دره زروق تدخل حزن كيف سي با مونجو سي با مونجو هي ليش دره قداش عمرها دره في الثلاثينات نتساوي اه اه انت من الحاله الثانيه دره تمثل في حسابات وعقبات كبيره لا لا في الثلاثينات لا لا اخر 36 اوكي 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 وهي هي عمرها معناها 36 وهو عمره 40 مليار حبوا بعض انا عجبتني الجمله اللي كتبتها دره على انستغرام الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات كتبت تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي الله جميلة الجملة أه؟ جميلة الجملة برشا حب برشا حب برشا حب وشكيت عجيبي انت ما تمنش بالحب جميل بعضهم وانا راه في الصرف هبط عن قد تحمل عن قد تحمل وكان يشرك لا الله اعلم بالك شيء يحبوا بعض خلاص بونجو خش ورقه ابو 50 لا لا تحسهم يحبوا بعضهم تحسهم يحبوا بعضهم تحسهم يحبوا بعضهم بالكثير فما حب اسمعني موضوع باش نشوف النوفيل جينيراسيون اين فيه ولا وشين رايهم فيه ماكرون الرئيس الفرنسي يخاطب المسلمين مره اخرى اي اتفهم مشاعر المسلمين وانا غير مسؤول على الرسوم الكاريكاتوريه تم تحريف كلامي فرنسا اول دوله ترجمت القران الكريم وفتحت مسجد كبير صحيح راي نوفيل جينيراسيون في الموضوع هذايا المس بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل نوفيل جينيراسيون شبيب نحب نعرف الراي نتاعو مهم خاطر نقولوا ماكرون ارزن ارزن واخر مره هذه ومن انذر فقد اعذر اخر مره عنده الحق يقول ماكرون الا الاسلام ولا الرسول تك جو فو دير ماكرون نحب نقول له يا ماكرون شفت كم مازلت تعود هذايا وتتهكم على الدين راه باش نقطعوا عليك الدويات على فرنسا نقطعوا عليك الدويات صحيح وباش نقطعوا عليك لي زيفينمون كولتوريل وباش نحرموا لي زارتيست الفرنسيس باش يعرضوا في تونس صحيح والملح ما عادش يراو ما عادش يراو ملح جمله اللي هو بالريفاي نعطيو فيه شفت دبوزه فاسفوت فاسفات هذاك فاسفات شربة بترول ما يراهاش انها الكوميديا السوداء من احمد العجيمي ليديا انت زاد من شبيبه والله هي الحكايه كلها كل واحد كومون الى الى انتربريتي لا شوز معناتها مي لازم انه باش يعتذر باش يهدي نفوس سورتو لاتونتا اللي صار معناتها دايرنا في نيس كل
بور ايفيتي المشاكل هذوما الكل دونك بسرعه علي بسرعه امان 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 كان زدت عاود نحكي لابوني على انستغرام مروان بسرعه ربي يهدي الجميع ربي يهدي الجميع ويعطيكم الصحه كامل الفريق في الختام نعاود نذكر بالنومرو نتاع خيري المازني اللي تنجموا تعاونوه به المريض بالسرطان 58 917 864 الريب 11 077 021 314 008 780 مشكورين كما فريق تحية لكم داري تونسي مروان بوزيان ليديا العسلي واحمد العجيمي احنا نتقابل غدا في نفس التوقيت عزة تويتي رفقتنا في الاخراج حلمي بوربيع محمد بن يامن وحمزه دعلوش في الاعداد وإيام رابح في الاف ام تي في نتقابل غدا في نفس التوقيت الى اللقاء تشاو تشاو